سكة أخرى، والبعض اللي بيحاول يروح بدري قوي يتكلم عن مجاملات للنادي الأهلي ويبدأ يقولك أنا عايز أبقى زي النادي الأهلي. ما هتبقى إزاي حبيبي زي النادي الأهلي وأنت مش قادر تحقق أي بطولة؟ أنا مش فاهمها. أنا تبقى إزاي زي النادي الأهلي وأنت بتطلع من فريق غامض في جنوب أفريقيا كان بينافس من أجل البقاء في الدوري وأنا بطل أفريقيا؟ هتبقى إزاي؟ عايز تبقى زي النادي الأهلي؟ امشي مشوار النادي الأهلي، حقق بطولات النادي الأهلي القارية، روح كأس عالم للأندية، وقتها يا سيدي لما يبقى فيه تأجيل مباريات ليك لو طلعنا اتكلمنا يبقى اتكلم باختصار شديد. لكن هي القصة كلها إيه؟ أنا مش ناجح، فأنا مشكلتي إيه؟ إن أنا أحقق نجاحات جماهيرية. طب ما فيش نجاحات جماهيرية، أحقق نجاحات إعلامية. طب ما فيش نجاحات إعلامية، أحقق نجاحات كيدية. المهم أنا أعمل أي حاجة. هو ده بالظبط اللي لجأ ليه باتشيكو. باتشيكو الراجل مدير فني يعني حظه العاسر وقعه في طريق النادي الأهلي. وحظك العاسر اللي تقع في طريق النادي الأهلي. وقع في طريق النادي الأهلي بفريقين المفترض إن هم عندهم طموحات ينافسوا النادي الأهلي. فيجي في مباراة بعد يعني رحيل مدرب أو غروب مدرب لنادي الزمالك فيجي يصطدم بالنادي الأهلي في نهائي أفريقيا. وما أدراك ما النادي الأهلي في نهائي أفريقيا؟ وما أدراك مواجهة النادي الأهلي كفريق محلي في البطولات القارية؟ التاريخ بيقول إيه؟ واجهتني 9 مرات أنا فايز 8 وأنت فايز 1، أو أنا فايز 5-3 وأنت فايز 1. دوري الأبطال ما فيش خالص. أنت في دوري الأبطال ما فيش، المباراة اللي فزت عليها فيها كانت سوبر أفريقي باتريس ماتابيلا اللي اتحبس في 2004 بتهمة الرشوة. فبالتالي انت جاي تنافس النادي الاهلي في ملعبه وفي ميدانه، فتيجي القضيه ممكن ومحمد مجدي قفشه، ومن اين جاءت هذه القذيفه؟ وواضح ان القذيفه جاءت في مكان صعب جدا، اثرت على افكار باتشيكو وتعامله مع النادي الاهلي. طيب يا عم انا عتبه نادي الزمالك ما جابتش معايا، انا هغير العتبه. عارف انت باتشيكو قال لك انا هغير العتبه، نادي بيراميدز بيقولوا سكواد جامد جدا وبيقولوا اقوى سكواد في القاره، نروح نادي بيراميدز، ولا ضغوط جماهيريه ولا وجع قلب ولا ضغوط اعلاميه، ونشتغل بهدوء كده بالسكواد اللي عندنا وهنوصل وناخد البطوله. فيجي يوصل لنهائي كاس مصر يصطدم باهلي كولر، فيحصل ايه؟ فنفس النتيجه، نفس العلقه، هي صوره طبق الاصل من المباراه القاضيه. بس القصه انها زادت شويه للاكسترا تايم وبيخسر 2-1 بهدف لكهربا تعادل وهدف حمدي فتحي. وتخيل انت بقى كان في المباراه دي جالك الامل في ايديك ان انت تقدمت على النادي الاهلي في بطوله كاس مصر، لكن الامل قعد في ايديك دقيقتين وقال لك هات تعالى، الاهلي قال لك مش حاجتك دي. فتخسر البطوله الثانيه ليك امام نفس المنافس وانت مغير العتبه. فيجي نادي الزمالك يقول لك انا مش هقدر اواجه النادي الاهلي في المباراه دي، ويحط التحجج بقصه كهربا وما شابه. والقصه كانت معروفه، ادوا لاسوريو متنفس قبل ما يواجه القطر في الموسم ده وهو النادي الاهلي. فبيراميدز يقول لك طب ما نجرب تالت، ايه المشكله؟ وطبعا باتشيكو قال لك ايه؟ التالته تابته بقى، انا رايح وفي الامارات والقصه يعني واضحه جدا، وعندنا كمان حكم تقنيه الفيديو من الامارات، فالدنيا ممكن تبقى حلوه ولذيذه وسهله، واللي ما قدرناش نحققه في الكاس واللي ما قدرناش نحققه في افريقيا نحققه ايه؟ في السوبر بره الديار خالص يعني. فيحصل ايه؟ صدمه، ضربه قويه اخرى بفوز النادي الاهلي بالبطوله الثالثه على نفس المدير الفني مع العتبه دي والعتبه دي. فباتشيكو يعمل ايه؟ لا انا القصه بالنسبه لي قفلت، انا بطولاتي ان انا اروح اتكلم عن النادي الاهلي حتى لو القصه كانت في مجرد قرعه دوري العام. خلونا نشوف باتشيكو قال ايه بعد الصدمات اللي تلقاها من النادي الاهلي ومحاوله النجاحات الكيديه. احنا مدام في حقوق والحقوق يعني زي القرعه كده، كل الناس عندها نفس الحقوق وكل الناس عندها نفس طريقه العمل، فاحنا طبعا هنقوم شادين نفسنا وهناخد كل العتاد اللي عندنا وندخل على طول في الشغل القوي. انا احب ان احنا نبقى دايما في ايكواليتي، يعني دايما نبقى متساويين في كل حاجه، ان كل الفرق تبقى متساويه في الماتشات، ان كل الفرق تبقى ماشيه بنفس القوانين، ما يبقاش بيراميدز هيلعب ماتش دلوقتي وبعد 3 ايام هيلعب ماتش وفرقه ثانيه يبقى عندها ماتش بعد 3 ايام والماتش ده يتاجل وبيراميدز الماتش بتاعه ما يتاجلش. ما يبقاش احنا زي امبارح مثلا في بنتفرج على المنتخب في لعيبه من كل الفرق بتاعه الدوري، ويجي في لعيبه من فرق معينه ما بتبقاش موجوده. انا عايز ابقى زي الاهلي بالظبط يا جماعه، يعني ليه بتدي تلميحات وفرق ولعيبه ومش لعيبه كانوا في المنتخب والقصه دي؟ باتشيكو عينه على النادي الاهلي، وانا بقول لك استمر وخلي الجهاز المعاون ليك يستمر والجهاز الاداري في نفس الفريق يستمر. انا عايزكم دايما تبقوا باصين على النادي الاهلي. عارف ليه؟ لان اللي بيبص لفوق بيتكعبل ويقع،
لان النادي الاهلي فوق وانت هتفضل باصص لفوق، فهتفضل تتكعبل تتكعبل وانا احقق البطولات، تفضل انت تحلم وانا اعيش الواقع. فانا عايزك تستمر في القصه دي، لكن وانت بتستمر في القصه دي لازم نوضح لك نقطه مهمه جدا، ان النادي الاهلي ملوش استثناءات زي ما انت فاهم. النادي الاهلي اللي لعبته ما بتتكلم انها ما راحتش المنتخب في مباراه وديه كان عندهم بطوله قاريه. النادي الاهلي اللي حصل معاه ده كان ثالث فريق بيحصل معاه القصه دي بعد ما حصلت مع الزمالك وحصلت مع بيراميدز نفسه اللي انت بتدربه، حصلت معاه ونادي بيراميدز مش بيلعب سوبر ولا بيلعب مباراه ببطوله، ده بيلعب دور ال 64 او دور ال 32 في بطوله الكونفدراليه. كارلوس كيروش مدير فني للمنتخب الوطني في بطوله عربيه بطوله وديه خد 7 لاعبين من النادي الاهلي، 7 لاعبين من النادي الاهلي، وجاء عند لعيبه بيراميدز اللي هو كان اكيد محتاج ليهم في البطوله اللي كانت تقريبا شكل شبه بطوله رسميه للاحتكاك اللي فيها، وشفنا ماتشات الجزائر وتونس مع المنتخب المصري والوصول للدور نصف النهائي واللعب على الثالث والرابع وما شابه. والراجل قال لك طالما هيلعبوا دور ال 64 او دور ال 32 مع في الكونفدراليه فاستبعد اللعيبه. اذا الاستثناء ده اتقدم لنادي بيراميدز عادي. طب النادي الاهلي دفع ضريبه ده؟ اه دفع ضريبه ده. ده دفع ضريبه ده ودفع ضريبه ده. ده غيرت من شكل موسم النادي الاهلي بالكامل. لان النادي الاهلي قبل البطوله العربيه كان فريق، وبعد البطوله العربيه اللي لعبوا فيها 7 ماتشات ب7 لاعبين اساسيين بقى فريق اخر. النادي الاهلي حقق 7 انتصارات قبل البطوله العربيه، لعيبته لعبت لغايه يوم 18 ديسمبر مباراه الثالث والرابع، وكان عندها مباراه السوبر الافريقي 21 ديسمبر وبادئ ذي بدء اصابه عمرو السوليه في التسخين. ليه؟ جاي مجهد من المنتخب المصري، ودي ضريبه والنادي الاهلي مستعد يدفعها طول الوقت. بس كده ده اول تعادل حصل في الموسم ده كان بعد معسكر المنتخب الاول في البطوله العربيه. فقبل ما تيجي تتكلم عن النادي الاهلي وتتحدث عن استثناءات النادي الاهلي ابقى اعرف الاول الاستثناءات دي بدات فين، وضريبه اللي دفعها النادي الاهلي كانت ايه اللي غيرت شكل الموسم تماما. اللي لعب مباراه فيوتشر وتعادل اول مباراه في الاسبوع الثامن ثم انتقل لاعبيه ايضا لمعسكر المنتخب القومي واتحرمنا منهم في بطولة كأس العالم للأندية في مباراة أولى كان النادي الأهلي بيغامر فيها بسمعة النادي الأهلي العالمية. فقبل ما تتكلم عن النادي الأهلي وعايز تتساوى مع النادي الأهلي بص الأول الاستثناءات منحت لمين، وبص لحجمك مع كامل احترامنا وتقديرنا لنادي بيراميدز أمام النادي الأهلي، هتلاقي نفسك صعب جدا 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 تبص لفوق. يعني اعتقد باتشيكو انا قلت لكم قبل كده يعني هو قصته اهرب من الاهلي اروح على فين، هي دي ازمه باتشيكو الحقيقيه وهي دي قصه باتشيكو الحقيقيه. وواضح ان هي مش باتشيكو بس، هو باتشيكو يعني كسي في او كمدرب او كنجاحات يعني يعيش على ماضي سحيق، سواء يعني دوري من 23 سنه او بطوله في السعوديه من حوالي 12 13 سنه. هذا الرجل احياه النادي الاهلي، تخيل، ومش احياه الدوري اللي خده لان هو جا فيريرا كمل خد الدوري، ولكن احياته الخساره من الاهلي، تخيل. اه ما هو الاهلي كبير لدرجه ان حتى الخساره من الاهلي تعمل لك اسم. الافيه الساخر بتاع الشوالي يعني اي قذيفه جاءت باتشيكو من اين لك بهذا الكاسونجو، دي حاجات عملت اسم لباتشيكو وتقريبا هي اللي رجعته مصر. يعني حتى الخساره من النادي الاهلي عملت لك اسم، الخساره من النادي الاهلي عملت لك قيمه، ان اسمك اتحط انك مدرب خسرت فاينل من النادي الاهلي، يبقى مين المدرب اللي قدر يوصل اصلا فاينل قدام النادي الاهلي؟ فالنادي الاهلي ليه جمايل عليك. النادي الاهلي مساهم في ان انت اسمك خلاك ترجع بيراميدز اكتر من نادي الزمالك اللي انت كنت بتدربه، لأن أنت حاولت تكون منافس للنادي الأهلي، فده في حد ذاته شيء استثنائي وشيء صعب. ولكن باتشيكو يظل في هذه التصريحات، وأنا عندي حاجة غريبة جدا مش قادر أفهمها، هي ليه التصريحات دي بتكون دلوقتي بس؟ يعني ليه مثلا باتشيكو وقت ما لعيبة الزمالك خرجت من المنتخب عشان تلعب مباراة مع إليكت الفريق اللي مش موجود على خريطة كرة القدم الإفريقية كفريق قوي، ليه ما قالش التصريحات زي دي؟ ليه ما اتكلمش عن العدالة؟ ليه ما اتكلمش على الأمور دي؟ والوضع مش عند باتشيكو بس، ده السمة السائدة في نادي بيراميدز إن أنت هدفك النادي الأهلي، إن أنت باصص للنادي الأهلي، إن أنت مشكلتك كلها هي النادي الأهلي، سواء في جدول مباريات
او سواء في كلام هاني سعيد اللي دايما بتلاقيه بيطلع يتكلم عن امور تخص النادي الاهلي والحالات التحكيميه، مع ان انا عايز اقول لكم اكتر فريق تضرر قدامه نادي بيراميدز تحكيميا ونادي بيراميدز تضرر تحكيميا لصالحه هو نادي الزمالك بالحالات والمباريات وبكل شيء، ولكن هتلاقي الكلام بس عن النادي الاهلي. فهنا المشكله، هنا الفكره الاساسيه، باتشيكو يعيش على شعارات هي خاصه بفكره ان انا موجود، ان انا منافس، ان انا ند، ان انا ما خسرتش دوري ابطال افريقيا وخسرت كاس وخسرت سوبر مع فرق مختلفه امام النادي الاهلي. الله يكون في عونك. يعني شيء شاق جدا وشيء صعب جدا وشيء مرهق جدا نفسيا على باتشيكو وغير باتشيكو. عشان كده ما كانش ده التصريح الاول، فتقدر تقول ده استثناء وراجل مش فاهم، وتعالى نفهمك، تعالى نعلمك، تعالى نقول لك ان النادي الاهلي ده لا هو اكتر فريق اتحرم من لاعبيه لصالح منتخبات، النادي الاهلي خسر دوريات بسبب حرمانه من لاعبيه الدوليين. لا، انما القصه هي النادي الاهلي مش الحاله ولا الموقف ده. ازاي؟ لما تطلعوا وتشوفوا الفيديو ده ونرجع نعقب عليه هتفهموا أزمة باتشيكو، وربما ليس باتشيكو فقط فيه. Não tenho nada contra Arles, o nexo profissional, o seu clube, os seus afazes, não tenho nada contra. Mas agora entendo, quero mandar um abraço para ele, senhor Portada Mansur. Entendo agora muito bem, porque não há querido vir a jogar aqui hoje. Não quero não, nada contra os futbolistas, nem contra o clube de Arles, nada. Tenho muito respeito. E não é a falar deles, estou a falar só de outras coisas, não quero referir especificamente, mas quero aqui saudar Murtada Mansur. Agora entendo muito bem a sua posição. طبعا انا مش هتكلم كتير ومش هخش في تفاصيل. انا عندي احترام كبير جدا للنادي الاهلي ولعيبه الاهلي واداره الاهلي، لكن انا مش هتكلم علشان الاتحاد المصري ما يعاقبنيش. انما انا دلوقتي فهمت ليه مرتضى منصور ما يلعبش الماتش ده، ما يكونش مشارك فيه، وعشان كده انا بحييه. باتشيكو كان بعد مباراه السوبر وبعد الخساره وبعد ما كانش في اي حاله تحكيميه الناس قالت ان بيراميدز كان يستحق مثلا فوز بالمباراه بسببها ولا كذا، ده بالعكس احنا شاهدنا في مباريات بيراميدز حالات تحكيميه من طرد علي جبر اللي المفروض يبقى في بدايه المباراه، من حاجات كتيره جدا كلها بالورقه والقلم وكلها استعرضناها. الراجل سابه من كل ده، هو راجل جاي يمشي حاله، الراجل جاي يقول جملتين عارف هيعجبوا مين، بس المره دي مش جمهور، هو عارف هيعجبوا مين برضه، وعارف مين اللي عايز يوصل الصوره دي. جاء قال انا دلوقتي عرفت ليه رئيس الزمالك خلى الزمالك ينسحب من مباراه السوبر. لا، هو انسحب عشان لما جاء واجه الاهلي بعدها خسر برباعيه مع الرأف، مع الرأف، وعشان وقتها المباراه دي كان ممكن توصل لرقم تاريخي في مواجهات النادي الاهلي والزمالك. ده السبب، ولكن انت جيت دايما بتستدعي مغالطات وتقولها، لان انا بقول ان باتشيكو هو فكره مش شخص، هو فكره بتجسد الفكره بتاعه منافسه النادي الاهلي، حتى لو منافسه مزعوم، حتى لو من فريق بقاله 4 5 سنين ما قدرش يحقق بطوله واحده. بس باتشيكو هيستر نفسه بالبلد ازاي من خساره بطولات سهله جدا، من خساره افريقيا والتوديع من ادوار تمهيديه، بان هو يتخانق مع النادي الاهلي. وربما ده مش منهج باتشيكو، لان عايز اقول لكم حاجه، احد الامور في التسويق لما انت تبقى مش مستند على تاريخ ومش مستند على جماهيرية ومش مستند على حاجة مخلية تقدر تدخل خناقة مع فريق زي النادي الاهلي، فاعمل ايه؟ هروح اتخانق مع الزمالك؟ الزمالك يعني فرق عني ايه؟ يعني بطولة الدوري مثلا ياخدها كل 10 سنين، دوري ابطال افريقيا ما بياخدش من 23 سنة، فايه وجه الخناق؟ ما هو مع احترامي حتى رغم انه نادي عنده جماهير، ولكن على مستوى تحقيق البطولات بشكل عملي ما فرقتش كتير. طب يبقى اتخانق ازاي؟ زي كده، ما حد يبقى صاعد يتخانق مع حد كبير قوي عشان يتاخد لمستواه. ده اللي بيعمله باتشيكو ممثلا عن فكره كبيره جدا اكبر منه، وهي ان اتخانق مع النادي الاهلي وارمي عن النادي الاهلي وارمي كلام صغير عن النادي الاهلي عشان تعرف تكبر، ولكن مش ده اللي هيخليك تكبر، لان انك تبقى كبير دي عايزه حاجات كتيره قوي قوي قوي، وهي اشياء لا تشترى فعلا، واعتقد ان انت محتاج كتير جدا عشان توصل لها.